ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بالجزء الثاني من كيفية التغلب على مشاكل الزوجية. في الفيديو الأول هدرنا على العوامل اللي كتخلينا نشوفوا ألا مشكلة مشكلة، وشفنا نشأة ولا أسباب الفعلية اللي كتخلينا نعيشوا في مشكلات زوجية. في الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتغلبوا على هذه المشاكل، وكيفاش نوصلوا لواحد الحوار اللي هو راقي وحوار هادي لتغلب على مشكلاتنا الزوجية ولا المشكلات في العلاقة بصفة عامة. أول هذه الحلول هي أننا ما خصناش نتضاربوا ولا نتوتروا إلى اختلافنا. الاختلاف هو سنة كونية، كل شيء مختلف في هذا الكون، كاين الذكر والأنثى، كاين الشمس والقمر، كاين يعني مجموعة ألوان مختلفة، أشخاص مختلفين، فهذا الشيء علاش ما خصناش نتوتروا إلى اختلفت أنا والزوج ديالي ولا أنا والزوجة ديالي ولا أنا وحتى أي شخص آخر. راه الاختلاف سنة كونية، ضروري ما نختلفوا ونتكاملوا في الأفكار ديالنا. فاش كنتزوج بواحد الإنسان ماشي هذا الدليل أنني نتزوج واحد الشخص اللي هو كيشبه ليا 100%، لا ما يمكنش، وانما هاد الشخص جاي لواحد البيئه معينه، عنده افكار، عنده تربيه، وانت عاوتاني عندك افكار وتربيه وبيئه معينه اللي كبرتي فيها وواحد التربيه اللي تلقيتيها واللي اثرت على الشخصيه ديالك. فما نجيش انا نتزوج واحد الشخص ونقول اننا غادي نتفاهموا 100%، فواحد الحاجه غتعجبني واحد الحاجه ما غتعجبوش وهكذا ودوالك. يعني نحاولوا من خلال الحوار ديالنا اننا نوصلوا لحالة تراضي، نتفقوا على واحد الحاجة معينة اللي تحاول انها ترضي الطرفين. حل ثاني هو ان الحوار يولي عادة، ما نبقاوش حتى تكون عندنا مشكلة عاد نبغوا نتحاوروا، لا، وانما نتحاوروا في اي حاجة. راه كنت قلتها في الفيديو السابق ان الحوار خصنا نتحاور انا وزوج ديالي، ماشي غير نذاكروا في الولاد وفي الشغل، لا، نذاكروا في اي حاجة، في اي موضوع. بحال جالسة انت وصاحبتك ولا جالسة انت وصديق ديالك وكتناقشوا في الكورة، في الفن، في المشاكل اللي كتوقع في العالم، في المواضيع اللي هي ديال الساعة، يعني كلشي هادشي تناقشوا فيه حنا مالناش وخاسرين. فبالتالي فالحوار كيولي عادة، نجلس انا وراجلي نتناقشوا مزيان ونتذكروا مجموعة ديال المواضيع، فإلا جات مشكلة فحنا أصلا غنكونوا متعودين على الحوار، غادي نشدوا هذيك المشكلة وغندخلوها وغنناقشوها بهدوء وكلشي غادي يكون مزيان. الحل الثالث هو نؤمنوا بقوة الحب. إياه، الحب راه واحد الحاجة اللي هي موجودة، ولكن الغلط هو أن الأفلام، المسلسلات، الأغاني كيصوروا لنا الحب بواحد طريقة معينة، يعني الغراميات والرومانسيات، ولكن فاش كندخلوا الحياة الزوجية بطبيعة الحال غادي نلقاو حاجة أخرى، لأن الحياة الزوجية فيها ضغوطات، فيها مشاكل، فيها تربية الأبناء، فيها بزاف ديال الحوايج. وهاد الحاجة اللي خصنا نعرفوها أن الحب قبل الزواج فهو فقط تعبير عن الحب، فهو فقط بداية الحب، ولكن الحب الحقيقي كيجي في الزواج. يعني منين كنبداو عامين ديال الزواج كنفهموا بعضياتنا بزاف، كنتوالفوا، فديك الساعة كيبدا الحب. وانا متأكدة انكم الى حافظتوا عليه ولا الى قدستوا هذاك الحب، هذاك ديك المودة والرحمة اللي الله سبحانه وتعالى كيجعلها في القلوب ديالكم، فهذاك الحب غادي يتغلب على كافة المشاكل بهدوء وباحترام الطرف الاخر. الحل الرابع هو أننا نبحثوا على أصل المشكلة، نبحثوا في الأصل. بعض المرات كنكونوا عايشين في الظواهر، مثلا كيجي الزوج ديالك كيغوت علاش درتي الماكلة، زدتي فيها الملح، فين هي قميشي، علاش ما قديتيها ليا، فين هو الفردة ديال الصباطي، فين هي هادي، ودي غوت وبدي عاير. ولكن إلا جينا كنقلبوا على الأصل ديال المشكلة كنلقاو حاجة أخرى، كنلقاو مثلا أن عندكم مشاكل في الحياة الحميمية، يعني في الحياة الزوجية، في المعاشرة الزوجية، وبالتالي فهذاك المشكل هذاك دائما كيخلق عندكم واحد سوء تفاهم، واحد المشاحنات، مختلفين حول التربية الأبناء، عندكم مشاكل حول الميزانية، فأي حاجة كتجي في طريق تبداو تغوتوا عليها، راه مع أن هذيك الحاجة راه ماشي هي المشكلة، وإنما هذاك عرض ديال المشكل. اختيار الوقت المناسب حتى هو حل من الحلول.
دائما كنشوف في الافلام ان الزوج كيجي مسطع من الخدمه، كتجي الزوجه كتلقى ليه في الباب، كتبدا تغوت وكتبدا كتولد كتعالج المشاكل في هذاك الوقت بالضبط، مع ان هذا راه غلط لا بالنسبه للزوج لا بالنسبه للزوجه. بعض المرات كنكون في هذه الحاله النفسيه اللي ما قادرينش اننا نتناقش مع واحد، حنا ما حابين تنديروا حتى حاجه، بقينا غير نناقشوا ونتحاوروا. فاختيار الوقت المناسب راه ضروري، وانتم عارفين هادشي. يعني كتشوف يعني النساء بعض المرات راه كتكون يعني كتكوني في حاله مثلا ديال العاده الشهريه، كيكون عندك الهرمونات مخربقين، كتكوني مصدعه، يعني كتكون عندك قوه الشغل، يعني هذاك الوقت راه ما يمكنش تناقشي فيه مع شي واحد. فهو لا ليك انت لا للزوج ديالك ما خصكمش تناقشوا، وانما خليوها تهدؤوا، خرجوا تنعسوا الوليدات اللي عندكم وليدات، يهدأ الجو، ما يبقى حتى واحد فيكم كيعاني من شي توتر، عاد ناقشوا ديك الساعه بهدوء شديد. الحل السابع هو اننا نمرروا الاساءه. يقدر الشريك ديالك ولا الصديق ديالك يخطا، فاحنا ما نبقاوش غير جالسين بحال هكا وكنقبوا على الاخطاء، وانما ندوزوا نتغاضى. فالله سبحانه وتعالى يقول الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني الكل عندي هذه الصفه ديال العفو، انني مهما يدير لي شي واحد شي حاجه نعفو ونتسامح، والتسامح فهو من الاسباب ديال دخول الجنه. دابا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه وجا هذاك الراجل قال لهم راه غادي يدخل عليكم واحد الراجل من اهل الجنه. فواحد الصحابي بغى يشوف على زعما هذاك الراجل من اهل الجنه، فقال لي مشي تبعتو. تبعو ومشى دخل عنده، قال لي زعما انا راه ضيف بغيت نجلس عندك. فجلس عنده 3 ايام، قال لي بقيت معاه 3 ايام ما كيدير داك الراجل والو، كيصلي غير الصلوات الخمس، ويعني كيدير دوك الفرائض اللي ضروريه. فقال لي بقيت كتعجبك، كنقول اه كيفاش هذا زعما من اهل الجنه. فمشى سولو قال لي علاش الله النبي صلى الله عليه وسلم قال انك من اهل الجنه؟ قال لي ملي كنحط راسي على المخده كنحط راسي وانا مسامح مع الناس كاملين، القلب ديالي ما فيه حتى ضغينه على شي واحد. فتصوروا علاش كنضيعوا حنا هادشي بيدينا؟ علاش دائما القلب ديالنا فيه الحقد وفيه الضغينه وفيه الغيره والحسد، ودار لينا شي واحد شي حاجه نبقاو شادينها عليه وما نسمحوش ليه، وكنعذبوا في راسنا وكنضيعوا في طاقتنا الايجابيه، علاش كنديروا هادشي كامل؟ بالعكس انا كل القلب ديالي متسامح، واخا يدير الطرف الاخر شي حاجه ما عجبتنيش نتسامح، الدنيا فايته، اللي غادي يبقى هو الاجر. نكرر الاجر الاجر الاجر، دائما خصنا نبحثوا على الاجر، نبحثوا على الثواب، وتاكدوا ان هذا هو اللي كيخلي العلاقه الزوجيه تزيد لقدام. هذا الصبر هذا والتسامح وهذا الايثار والتنازلات اللي كتخلي العلاقه. اما الا جينا نشدوا في الصغيره ونشدوا في الكبيره فعمرنا ما غادي نزيدوا لقدام. اذا فاعقلوا على هذه القضيه، خلي الاساءه تدوز وكوني متسامحه وكن متسامحه. الحل الثامن هو انني نعتذر. عفاكم حيدوا منكم ديك الصفه ديال التكبر، حيد منك صفه ديال انني لا اخطئ، انني انا مكنتش نعتذر وانا اصلا ما درت ليه والو وهو اللي دار ولا هي اللي دارت. دائما نتفكر ان خير الخطائين التوابين، نبحث انا على الخيريه في كل شيء، علاش انا ما نكونش كيطبق عليا الحديث خير الخطائين الثوابين؟ دائما نعتذر، درت خطا نعتذر، سمح لي درت لك هذه وهذه، وبالتالي فالقلوب غادي تصافى وما غادي يبقى عندنا حتى مشكل. اما اذا بقى في داك التكبر وانني انا ما درت والو وانت اللي ظلمتيني، كندافع على راسي وكنهاجم الشخص الاخر، عمر المشاكل ما غتحل وعمرنا ما غادي نوصلوا للسعاده. حنا الهدف ديالنا هو اننا نوصلوا للسعاده والطمانينه والموده والرحمه، وهادشي كامل ما كيكمل الا بواحد الطرف كيتسامح وواحد الطرف كيعتذر. النقطه المواليه والحل الموالي هو استعين بطرف ثالث. بعض المرات كنتناقشوا حتى كنعيا وما كنوصلوش للحل، اشنا هو الحل؟ هو اننا نشوفوا الطرف الثالث، يعني اننا نشوفوا هذاك الشخص الا ما اقتنعش بالفكره ديالنا ولا الا ما قدرناش نحلو، اننا نشوفوا واحد الشخص ثالث يعني من الاسره، انه يحاول انه صاحب بيناتنا، ولا ما تفاهمناش نحاولوا انه يلقى لنا حل. هذا ماشي عيب، يعني راه عادي ومذكور في القران. يعني الا بغينا نصلحوا بين الناس كنجيب واحد الحكم من اهله وحكم من اهلها اللي غادي يقدروا ولا تكون عندهم خبره في الحياه، لان بعض المرات كنكونوا امام هاد
هذه المشكله وحنا ما عندناش خبره، ما فايتاش علينا وما عرفناش نتعاملوا معها. فبالتالي ملي كنشوفوا واحد الطرف اخر بسهوله كيجيب لينا واحد الحل اللي هو بسيط، وهذا الشيء راه ماشي عيب، يعني بما انه مذكور في القران، فالحمد لله الله عطانا الحلول لجميع المشاكل. بقاو عندنا جوج ديال الحلول. الاول هو اننا نحدو خطوط حمراء، يعني قبل ما نوقع في المشاكل نحدو بزاف ديال الخطوط اللي ما خصناش نتجاوزوهم. مثلا اننا نهدو بالانفصال ولا بالطلاق، اننا نستعمل الاولاد كورقه ضغط نضغط بها على الطرف الاخر، اننا نشكو في الحب وفي الاحترام، انت ما كتبغينيش، انت ما كديرش ليا، كون كتبغيني ما غديرش هذا التصرف، يعني هادو كلهم نقاط حمراء. وإلى حددناهم الاول فاكيد اننا ما غاديش نذكروهم اثناء الحوار ديالنا، ولا ماشي حوار، اثناء الجدال، يعني فاش نبقاو نتجادلوا كنتغاوتوا ما غاديش نوصلوا لهذوك النقاط الحمراء. فهذا كيبقى من الحلول اللي هي مفيده بزاف فاننا نتغلبوا على المشاكل. واخر حاجه هي المفتاح المفتوح، كل مشكله خاصنا نسدوها، ما نخليو حتى مشكله محلوله. كما قلت قبيله، يعني من المشاكل هو الانسحاب، ما نسحبش. انا دخلت لواحد الحوار خاصني نلقى اسيدي جديد نجلسو نتناقشو حتى نحلو هذا المشكل، نحلوه نسدو الملف وما بقاش نذكره مره اخرى. ملي كتكون عندنا ملفات مفتوحه عمرنا ما غادي نحلو المشاكل اللي بيناتنا، يعني كنكونو في مشكل كنجيبو مشكل اخر كنجيبو مشكل اخر كنغرقو في المشاكل. هادشي كان ما عندنا ما نديرو به، وانما سالينا مشكل سدينا عليه صافي ما بقيناش نذكروه. تفقنا وهكذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا. واحد النصيحة غادي نزيدها في الأخير هو إذا كنتي كتعاني من مشاكل مع الزوج ديالك، ولا أنت كتعاني من مشاكل مع الزوجة ديالك، فحاولوا أنكم تجلسوا واحد الجلسة مع راسكم وتشدوا ورقة في السيلو وتكتبوا أشنو هما المحاسن ديال الزوج والمحاسن ديال الزوجة ديالك، أشنو هي النقط الإيجابية اللي في هاد الزوجة ولا في هاد الزوج. هاد الشي كله أكيدين أنه كيحارب التفكير السلبي، كيخرجنا من ديك الدائرة ديال المشكلة اللي كنوضعو في راسنا، كنبداو كنفكرو في الإيجابيات. النبي صلى الله عليه وسلم كيقولنا فيما معنى الحديث لا يفرق مؤمن مؤمن، يعني مؤمن ما يكرهش مؤمنة ولا مؤمنة ما تكرهش مؤمن، حيث أصلا إلا كرهات منها خلق راه تبغي فيها واحد آخر، ممكنش يكون إنسان سلبي 100%. راه بعض المرات أنت راه كتكون فيها غير سلبية ولا جوج، ولكن بديك كثرة الحوار السلبي وداك الكتمان الغضب وداك الضغط النفسي أنت كيبان لك كله عيوب. وإنما إلا جلستي مع راسك واحد الجلسة ديال ساعة مثلا وتجلس قبل ما تنعس وتجلس في بلاصة هادئة وتبدا تقول هذا الزوج ديالي أشنو هما النقط اللي فيه إيجابية وأشنو هما النقط اللي فيه سلبية، كون متأكد أن النقط الإيجابية غتغلب على النقط السلبية، وبالتالي فكتحيد عليك ديك الغشاوة وكتشوف الأمور بنظرة إيجابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أنكم تكونوا استفدتوا معايا، وما تنسوش أنكم تبارطاجيو لا فيديو وتشاركوا في القناة، وإلى اللقاء.